أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من حصة يا قصص. فيها نستضيف الروائي والشاعر والإعلامي هاني الفرحاني. ولد هاني الفرحاني بمعتمدي تسبيخة من ولاية القيروان سنة 1959. درس الابتدائي بمسقط راسه، فالثانوي بحفوز، ثم بالمعهد الفني بالمنصورة بالقيروان، ومنه التحق بدار المعلمين العليا بسوسة. أسس بمعيد آخرين جريدة فنية تسمى الجوهرة الفنية، وكان رئيس تحريرها، ثم التحق بالإنتاج السمعي بإذاعة خاصة، وهو عضو اتحاد الكتاب التونسيين وكاتب عام فرع المنستير. يكتب بزوز لغات العربية والفرنسية، ومن إصداراته ظلال الشوق، وهي مجموعة شعرية بالعربية والفرنسية سنة 2008، البلاد التونسية، أهمية العنصر الأصلي وتكوين الذاتية، تونس 2011، مفاصل الثلج واللهيب، وهو مجموعة شعرية بالعربية سنة 2014. قصتي مع الكتاب بدأت في المرحلة الأولى في المدرسة الابتدائية بصفة عامة، ولكن بعد تطورت في المعهد الثانوي. كنت دائما أكمل ما أنا مطالب بإحضاره اليوم المقبل، ثم أفتح كتابي، وكانت بدايات مع المنفلوطي في العبرات والنظرات. فأتذكر أن أبي كان دائما يأتيني ليتفقد ما أفعل، ثم يطفئ علي الضوء بصفة يعني فجئية لأنني أطيل السحر، وربما كان يشك أنني أفعل شيئا آخر، ربما أنها كان يريد أن أكون في أحسن حال في اليوم المقبل، ولكن دائما يجدني الكتاب بين يدي إلى آخره. وتطورت هذه يعني مسيرة القراءة مع الكتاب إلى أن اكتشفت كتابا آخرين، وثم في المرحلة الجامعية إلى آخره فتحت عيني خاصة على المدارس الأدبية الأوروبية، وقرأت تقريبا لمولير، لراسين، لكورني، لرامبو، خاصة شاعري المفضل بودلير، لأنه يعتبر أن لهذا الشاعر مكانة أخرى في هذا الوجود، ويقول le poète est exilé le poète est semblable au prince des nuées il hante la tempête et se rit de l'archer exilé sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant l'empêchent de marcher. يعني هذا الوزر الذي يحمله هذا الشاعر في هذا الوجود يكون ربما يفوق أكثر بكثير طاقة الشعر في حد ذاته. كنت أعشق بوجدرة، رشيد بوجدرة، لأنه كتب بطريقة فائقة في التصاقه بالواقع وفي تصويره المشاهد اليومية، وتأثرت كثيرا بجارسيا جابرييل جارسيا ماركيز، وقرأت له خاصة سونتون دو سوليتود، وكذلك بالنسبة للأدب العربي كنت متأثرا كثير التأثر بأبي الطيب المتنبي بصفة خاصة، ثم بعد ذلك مع من جاء في الحقبة الأخيرة مثل البياتي ومثل سميح القاسم ومثل أنسي الحاج إلى آخره. فكل هؤلاء كانوا ربما قد طوروا تجربتي عندما اطلعت على نزك الملائكة أولا، ثم بعدها هؤلاء الأسماء. فكانت التجربة الشعرية بصفة خاصة هي التي تطورت عبر هؤلاء الأسماء. أتونس اليوم قد أودت بها النخب أم باسق النخل في العلياء ينتصب. هذا بيت. البيت الثاني: لي لحية هوجاء أرخت
بالفناء ستائر تستأصل أركان ما يبقى به جسد. أنا كنت تلميذا للأستاذ الدكتور منصف الوهابي والأستاذ كذلك محمد الغزي، فهؤلاء قد درسوني في المرحلة الثانوية وتأثرت بهم أيما تأثر، حتى أنهم كانوا عندما يمراني في شوارع القيروان كنا نتمنى أن نكون واحدا منهم، يعني هما كانا المثالين الجذابين لكل ذلك الجيل، فكنا نطمح أن نكون مثلهما. وبطبيعة الحال كان معهما يعني من يكتب الشعر إلى آخره، كيف عبد الرحمن الكبلوطي، كيف سي محمد مزهود الله يرحمه، فكل هؤلاء أثروا فينا أيما تأثير. فربما لم أكن أتصور يوما أنني سأصبح كاتبا أو يعني شاعرا إلى آخره، وإنما كان ذلك الانجذاب الى 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 الشخوص الى المبدعين الموجودين على الساحه ربما هو الذي كان الخيط الاول الذي جذبني الى حقل الكتابه والابداع. فكانت المناسبه الاولى عندما توفي ابي وكتبت قصيدا دون ان اشعر، يعني خرج مني القصيد أبتاه ماذا قد يقول بناني واليأس والإرنان ينتهشاني، فدموع عيني بالأسى رقراقة والعطف والإيمان واجتذباني، تبا له من عصر يوم أسود قد ذاق قلبي لمعة الفقدان إلى آخره. ربما كان كلاما بسيطا وكلاما يعني فيه ربما محاكاة لقصيد آخر إلى آخره، ولكن كانت تلك هي النقطة الأولى التي انفجر منها الكلام بصورة شعري. تلميذا في يعني البكالوريا اجتزتها عام 81، فكان النقاش الفكري حاضر، وفينا من ذهب يمينا وفينا من ذهب يسارا، تأثرت باليمين واليسار في نفس الوقت في مراحل متعددة. ولكن بعد مرور زمن وبعد التفكير والقراءات الرصينة لكل ما هو موجود على الساحة إلى آخره، انتهيت إلى أن الواقعية هي الكل. يعني أن تكون واقعيا هو أن تحترم إرثك، هو أن تفهم واقعك، هو أن تؤسس لمستقبل يمكن أن يكون مستقبل مشرقا لك وحدك دون غيرك، لأن التأسيس الجماعي باسم الأممية وباسم العالمية وباسم كل هذه التسميات الكبيرة لا يمكن أن يكون مثمرا، وإن كان في شكل أممي وفي شكل عالمي وفي شكل إنساني فلا بد أن يحترم الخصوصية. وربما هذا هو الذي ينقص الساحة الفكرية، في أن نفكر في نفكر بطريقة واقعية يمكن أن تحترم إرثنا وتحترم واقعنا لتؤسس لمستقبلنا. بودلير هو المثل الأعلى بالنسبة لي، ولكن أعتبر أن بودلير أصبح مدرسة قديمة، ولا بد أن نكتب بطريقة أخرى، ولا بد أن نفكر في نمط كتابة يكون خاص بالواقع الجغرافي، لأنه أن نكتب بطريقة عالمية في المطلق ربما يكون خطأ، لأن المحلية هي التي تؤسس إلى العالمية، ولا بد من أن تكون لنا خصوصية حتى نصل إلى شيء يسمى العالمية. فجابرييل غارسيا ماركيز حينما كتب سانتون سوليتود لم يفكر يوما في واقع تونس أو في واقع المغرب أو في واقع موريتانيا، فكر في واقعه هو وانتهى بذلك إلى العالمية. والأمثلة كثيرة، يعني لابد من أن تكون الخصوصية والنحت الداخلي لواقع معين يمكن أن يصل إلى بلورة أفكار تكون قريبة أو متلاحمة مع أفكار أخرى، فهذا مطلوب. البشير خريف، علي الدعاجي، كل هؤلاء قرأناهم في الثانوي، ولكن نعتبر أن تلك مرحلة وتلك تجربة، والجيل الذي أنا أنتمي إليه ليس مطالبا بمحاكاتهم، وإنما مطالب بكتابة بطريقة جديدة، لأن علي الدعاجي عندما كتب كتب بطريقة جديدة بالنسبة إلى عصره، فكيف يسمح لمبدع في بداية القرن 21 أن يكتب مثل علي الدعاجي في بداية القرن 20؟ فهذا من الخطأ. ف
فنحن حينما حتى نرى المدارس الأدبية من الكلاسيكية إلى الرومانتيقية إلى الرومانتيقية الجديدة إلى الرمزية إلى آخره إلى السوريالية إلى آخره، فكلها مدارس تراكمت الواحدة تلو الأخرى. يعني لا يمكن أن نعود إلى الوراء وأن نقول سوف نكتب بطريقة الرومانتيقية أو بطريقة كلاسيكية، فهذا مرفوض. فالتاريخ يجب أن يكون في شكل تصاعدي، وإلا فإننا قد أخطأنا الطريق. ربما تحسين ما يشدني في كتابته هي الجرأة وقراءته لهذا التراث الذي نعتبره نحن مقدس. فعندما شك في الشعر الجاهلي وعندما شك في الكثير من النقاط في تراثنا كان محقا، وهذا الشك لابد له من أن يتواصل، لأن البناء الصحيح لا يمكن أن يكون إلا عبر قراءة جديدة للتراث وتصحيحه بشكل علمي ودقيق دون أن نمجد هذا التراث ونقدسه ودون أن نتجنى عليه ونعتبره خطأ كله. ففيه ما يمكن أن نستفيد منه وفيه ما يمكن أن نرفضه، لأنه ربما ركب فيه الجانب السياسي على حساب العلمي وأثر فينا بطريقة سلبية دون أن نشعر. المكان الأول الذي أثر فيه هو القيروان، يعني بالنسبة للقيروان مدينة ساحلية، لأني أنا لا أسكن في القيروان، أسكن في السبيخة، معناها طفولتي عديتها إلى 12 عام معناها في السبيخة، ثم خرجت إلى القيروان لإكمال دراستي في الثانوي. وتجربتي معها باعتبار أنه عنا حومة، إحنا حومة ولد فرحان هذو معناها في القيروان، يعني عنا حامية للمكان وعنا نظرة قدسية للمكان في حد ذاته، لأنه فيه زاوية يعني لنتاع العائلة. أما علم العشاق أن حبيبتي بلاد لها دون البقاع فضائل، هي القيروان قبلة العشق والهوى، بناها فحول بالسهول أساطل. فكنا ونحن صغار يعني نتردد عليه مع أبائنا وأمهاتنا إلى آخره، فمع العائلة كلها، ونقضي أياما وأيام، وخاصة في الأعياد الدينية نقضيها في القيروان. فبالنسبة لي القيروان مدينة ساحرة، وتأثرت بها كمكان ولي معها علاقة روحية كبيرة، كما كان لي علاقة بأشخاص عرفتهم فيها وأثروا فيها، مثل يعني الأسد الذين درست عندهم، وكان لهم وقع كثير في نحت شخصيتي حتى من الناحية السلوكية. أقرب أغنية الأطلال، علاش؟ على خاطر أنا أتذكر وأنا صغير عندي أخويا يجيب شان ستيريو اللي كانت تقبل بالتورن ديسك، معناها دبرها قديمة وجابها، خاطر احنا عنا راديو قبل أكل الكبير. فوقت اللي جاب لنا كنا نقولوا احنا الماكينة، يعني شان ستيريو هذيك كان فيها الديسك متاع الأطلال خاصة، ويحط لنا هك الديسك هذاك، وانا عمري 4 سنين 5 سنين حاجه كما كان. فحليت عيني على ام كلثوم وعلى الاطلال، فقارت ام كلثوم بالنسبه لي يعني لو كنا نسمعها 24 ما نفدش منها. مجلس أنت في فتنة تمت سلام وسلام. بالنسبة هل رأى الحب سكارى مثلنا إلى آخره، فديما حتى رددها حتى وحدي، معناها ما بالنسبة لأم كلثوم يعني تقعد مدرسة كبيرة، إلى جانب إصمهان بطبيعة الحال نحترم فيها الصوت، صوت كبير، لأنه مسيرتها ربما ما كملتش، فكانت ربما الذائقة العربية كملت مع أم كلثوم في الكم الهائل اللي غنته.